عظم الله أجرك. عظم الله أجرك. أول شيء وحضرتك يعني نقدر نعتبر منتدب يعني مو يعني بدل الله يرحمها إن شاء الله مديرة المدرسة. ما تعرفين. شنو يعني من بعد ما الحادث شنو الإجراءات اللي راح يتم اتخاذها أو شنو دورك أنت حاليا يعني؟ والله أنا بالنسبة لي دوري يعني شلون المدير التربية خابرني قال يعني تلزم المدرسة هالفترة عينا نكمل الكادر التربوي. نعم. يعني مو مدير وانما يعني شلون مكلف يعني. نعم. اي بس انا ما اقدر نعوض المديره. نعم. المديره لا وين يعني اي المدير احنا كعائله بالمدرسه فسجاي اليوم جونا متطوعين من المدرسه بدون نعم. سلام ان شاء الله. نعم. اي مدير كم مدرس جاكم؟ اثنين جونا. نعم. وجانا متطوع هسه من عنده مجاني. نعم. هم سجلنا وخلينا يدهم. نعم. ونشكر مدير ناحي صفان لجهوده الكثيره. شنو هسه التحرك اللي راح يصير بالنسبه للسد النقص اللي بالمدرسه يعني؟ هسه قلت لك اثنين واحنا متطوعين وباهم جانا متطوعهم راح يجي باكر. نعم. على اساس التربيه تودينا يعني متعين بس لحد الان ماكو شيء. ها لحد هسه ماكو شيء. شخص فاتحهم بالموضوع او فاتحنا وما حكيت وياه كتاب رسمي اقصد سيد طالب. نعم سيد طالب حكى وياه شنو هاي يقول ان شاء الله هسه مدير التربيه بس التربيه زبر بالمحافظه بس على مود هالموضوع. زين هسه عندك المدرسين المتطوعين انت تعرفه يعني تقريبا. نعم. ويا الاستاذ اللي قلته صاروا ثلاث مدرسين. اي ما اتصور يعني شو راح تصير امور المدرسه. ما يكفون يعني بس هسه انا استاذ علي وعندنا ثلاثه ما جايت. نعم. عينات. نعم. معلمات من الزبر ما جاي هسه خابرتني يقولون احنا ما نقدر نداوم وضعهم شوف هسه بعد شوف الاجراءات اليوم احكي وياها انا اكو ما بعد الحادث اكو تاهيل هذول يعني اطفال بالنسبه يعني صار تاهيل بالنسبه للي ورا ما بعد الحادثه حكيت ويا الطلاب صار انه هونتوا عليهم هاي احنا يوم الاربعاء ما داومنا قايمين لان احنا سوينا فاتحه هنا. نعم. وحدات بس تونا نطب السادس حكيت وياهم على الموضوع هذا قال استاذ عزيز يعني قلت ان شاء الله هذا الموت حق يعني هو على كل انسان. نعم. انا استاذكم انا يعني 17 سنه ست يعني وضعيتي تعبانه بس انجبرت انا جليش هذا وضع دوام هذا. نعم. ما تقول واجب. نعم. اي مخافه من الله سبحانه وتعالى. نعم. اي شوي شوي يعني فيصير وضعهم اوكي ان شاء الله.